ما هو وزن الجزائر في مجال الغاز عالميا ومن هم أهم زبائنها؟ أليس من الأجدر أن نهتم بالغاز أكثر من البترول في مجال الاستكشافات ما دامت الاحتياطات تكفي لأكثر من 40 سنة؟ أين الجزائر من المنافسة القطرية والروسية والإيرانية داخل الأسواق الأوروبية؟ ولماذا تقف أنابيب الغاز الجزائري في إسبانيا وإيطاليا ولا تصل إلى ألمانيا وسويسرا؟ لماذا فشل مشروع أوباب غاز؟ وهل باتت الطاقات المتجددة خطرا على صادرات الجزائر الأكثر حيوية؟ مع الفاعلين والمختصين نناقش في هذه الحلقة مستقبل الغاز الجزائري. مشاهدينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في برنامج قضايا اقتصادية نقدمه لكم من قناة الجزائر. ولمناقشة قضية الأسبوع أتشرف باستضافة الوزير السابق للموارد المائية والرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السيد عبد المجيد عطار. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. أتشرف كذلك باستضافة السيد بغدادي مندوش خبير طاقوي وإطار سابق بمجمع سوناطراك. مرحبا بك سيدي. مرحبا. ولتحليل الموضوع يحضر معنا كالعادة دكتور محمد حميدوش الخبير المالي والمستشار الاقتصادي. مرحبا بك دكتور حميدوش. شكرا. أطلقت وكالة الطاقة الدولية تسمية العصر الذهبي للغاز على الفترة الحالية التي جاءت معها دلائل على ارتفاع إنتاج الغاز غير التقليدي الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية وتوقعات بمخزونات كبيرة منه في دول أخرى. ورغم أن الغاز الطبيعي يمثل أحد المحاور الرئيسية لصناعة الطاقة في العالم، ولكن في ظل استمرار ركود الاقتصاد العالمي صار البعض يتوقع تراجع نشاطه حتى يعود للنمو مجددا، وذلك يجعل الدول المنتجة للنفط والغاز عرضة لتراجع الطلب وبالتالي تأثر إنتاجها، وما يدفعها لإعادة النظر في برامجها وخططها الاقتصادية متوسطة وبعيدة المدى. وكمثال على ذلك التأثير وإمكانية تفاديه، قررت الجزائر وهي رابع أكبر مصدر للغاز في العالم تطوير مصادر الغاز الصخري فيها. فاصل قصير ونعود للنقاش. مرحبا مجددا، نبدأ معك معالي الوزير. سيد مجيد عطار، يعني ما هو وزن الجزائر في مجال الغاز عالميا؟ وزن قليل جدا، لأن الجزائر ما عندهاش احتياطات كبيرة، ولا الجزائر الموقع نتاعها أغلبية لافونتاج نتاعها سي سورتو سا سيتواسيون جيوغرافيك دو لا ميديتيراني سي سا. اوترومون فيما يخص الاحتياطات، احنا بلد صغير جدا كيما كي النفط كي الغاز. إذا هذا الموقع الأول هو الموقع الجيوستراتيجي في البحر الأبيض المتوسط أمام أوروبا، قريب إلى سوق مهم جدا. والشيء الثاني اللي فيه صالح الجزائر، لأنها الجزائرية تم بيوني سورتو أن ماتيير دو جي إن إل، ما ننساوش باللي لا بروميير يونيتي جي إن إل أي تي فات أن ألجيري، سو كي في كو عندنا دونك الآن حاليا ثلث أنابيب اللي يروحوا لأوروبا. هذا هو الشيء اللي خلانا تقريبا أغلبية التصدير نتاعنا نتاع الغاز يروح لأوروبا. واثنين محطات لتمييع الغاز بور لو جي ان ال بور اكسيدي وزوتر مارشي، سواء الاسواق اللي موجودين في البحر الابيض المتوسط والا الاسواق اللي بعيده. بكري كنا نصدروا شويه للولايات المتحده، حاليا خلاص يعني ما مش نصدروا ولو، لان الامريكان بعد ملاك نشوفوها طورت نوعيه اخرى من الغاز الغير التقليدي، الغاز الصخري. وكذلك بعض الكميات للاسواق اللي موجوده في اسيا. هذا هو اما يعني في الحجم نتاع الاحتياط حاليا في كل الكتب اون افيش 4500 مليار، 4500 مليار متر مكعب، ولكن عندها تقريبا 10 سنوات هو نفس الرقم هذاك ما تغيرش، خلاص كاننا يعني ما اكتشفنا ما انتجنا ما صدرنا. 4500 هذيك تعرف باللي فيها فقط 2200 تقريبا حاليا 2200 متر مكعب احتياط يعني مؤكد اللي ممكن نسترجعه حاليا. اما النسبه الاخرى
لغايه 4500 سي سكون ابل لي ريزيرف بوسيبل بروبابل بوسيبل والا نون ديفلوبي. مثلا كل الاحتياطات اللي موجودين لي ريزيرف اللي موجودين كما في الصحراء المنطقه الغربيه نتاع الصحراء في لهنات في تيميمون اللي الان مازال ما دخلتش في الانتاج ولو هي مستكشفه كاين بعض الحقول اللي الاستكشاف نتاعهم صار في الخمسينيات في الستينيات في السبعينات لكن لم يتم لان كان واحد الوقت لغايه السبعينات الغاز كان يعني ماهوش مهم ما عندوش سيتي ان برودوي بريسك فاتال كونسيديري نهار حتى تطور حسر مل وباش بدينا نهتموا بالغاز. يعني حتى كم تكفي هذه الاحتياطيه احتياطات؟ سا ديبون دوك 2200 مليار متر مكعب تكفي دوك الى نخمم على الاستهلاك الداخلي. الاستهلاك الداخلي الاستهلاك الداخلي عندنا بور 50 60 طون سون بروبليم ولكن على بالنا باللي اغلبيه الانتاج راح تتصدر سور 85 مليار 85 تقريبا معدل تاع العام الاول ولا العام الاول 85 نصدروا 53 ونستهلكوا 32 مليار. اذا درك الى نقص في التصدير يكفينا 50 60 سنه ولكن الا كملنا نصدروا نفس الكميه يعني نقدر نقول لك من 2030 ما يبقى والو نرجعوا بلد مس مو مو يعني يبقى ولكن مستورد غير كافي غير كافي ما عدا الا دخلنا طاقات جديده كما الطاقات المتجدده كما اشياء اخرى. انت تكلمت على الصادرات وتكلمنا على بلدان الاوروبيه اهم الزبائن الجزائري اهم زبائن الجزائر من الغرب. اوروبا الدول في المرتبه الاولى حاليا ايطاليا، ثانيا اسبانيا، ثالثا فرنسا وبعدها يجيو شكون؟ بلجيكا ما لاش صدر كثير صدرنا واحد الوقت ديستري غاز ما كانش ما هو قليل ماشي بكري كان الان بلجيكا راه تجيب من البحر الشمالي لا مير دو نور ولا من لا هولندا. اذا وكاين كميات اخرى اللي تروح لتركيا ثاني كذلك لا غريس اليونان كيفاش يقولوا لها اسمها لونسيان ريبوبليك لا سربي صربيا ايوه صربيا ومن بعد كميات الاخرى اللي تتباع تقريبا في سبوت يعني ما عندناش عقود كما في ايطاليا عندنا عقد لطويل المدى كان بري فيكسي سور باريل وكل نرجعوا لهذا السؤال نزيد نبقى معك معالي الوزير كان مبادره كان هناك مشروع من اجل اوبيب ليغاز لكن هذا المشروع يعني ما تجسدش على ارض الواقع في رايك لماذا؟ لأسباب عديدة. السبب الأول هو أن اليوم مثلا السوق نتاع المارشي دو غاز السوق نتاع الغاز راه يتحول لعدة أسباب لأن في جهة كاين دول اللي يحوسوا ينهيو لي كونترا لون تيرم والاندكساسيون دو غاز سور لو باريل لان اغلبيه الكميات اللي راح تتباع من البلدان المصدره ما نهدرش على الكميات اللي تتباع في امريكا ولا داخل اوروبا في انجلترا خاصه وين سبوت ما كان غير سبوت اللي يمشي ثم دونك اذا الهدف السعر نتاع الغاز نو العفو لي كونترا لون تيرم اللي كيما نقولوا حنا لا كومبيتيسيون كي لي انتر بي استدر حنا وقطر مثلا نو سوم اون كومبيتيسيون في اوروب حنا وروسيا نو سوم اون كومبيتيسيون في اوروب ثاني كذلك لما كنا نروح لبلدان اخرى مثلا نروح في السوق الاسيوي ما عندناش مشكل لان احنا ما نقدروش ننافسوا مثلا استراليا والا قطر في السوق الاسيوي ولو عندنا مهم. اذا السوق يعني راه يتغير السوق راه يتغير كثير والاهداف او استراتيجي دي ديفيرون بي برودكتور نو سون با دو تو لي ميم نو سون با دو تو لي ميم دونك بور لو مومون ما نظنش يعني تكون
Il va y avoir une coordination. Il y a une coordination actuellement, des échanges de données, d'expériences, etc. On s'informe et tout. Mais ben, je suis une OPEP du gaz pour le moment. والله يعني ما نقدرش نقول لك الدول اللي تعد كل يعني قلت لك كل دوله عندها استراتيجيه خاصه دوك نقول لك انا قطر ولا الروس ولا الروس او درنير موسون اتراك دارت عقد يعني ان اكور استراتيجيك اكسترا دونك ما نقدرش نقول باللي الروس تعرقل ولو لي زانتيري دو غاز بروم نو سون با دو تو لي ميم كو سو سون اتراك نروح لقطر نفس الشيء العلاقات السياسية وكل شيء لاباس بها وكل ولكن في التجارة ولا في الاقتصاد كل واحد مصالحه. شكرا سيد عطار. سيد مندوشي، سيد مندوش، يعني هل تقنيات إنتاج الغاز هي نفسها تقنيات إنتاج البترول؟ لا، تقنيات الإنتاج ولا الاستكشاف كما السؤال تاعك الأول هو نفس الآليات ونفس، لكن المشكل في الغاز هو الاستثمار، يعني حجم الاستثمار كبير بالنسبة للبترول ونسبة الفائدة قليلة. مثلا في 2013 الصادرات نتاع الغاز الجزائري كانت تقريبا 20%، قريب 10 ملايير دولار. يعني كي تبيع لسوناتراك 1 مليون دو تيب دو غاز وتبيع 1 مليون دو تيب دو بترول، في البترول راهي النسبه تاع الفائده تتضاعف 3 خطرات. لكن انا نرجع للمشكل تاع الغاز، لان فيه مرحلتين. فيه في التسعينيات كانت الجزائر طبعا سوناتراك كانت ان اكتور مهم وجهوي مهم بالنسبه لاوروبا كما تفضل سي عبد المجيد، وكانت اوروبا تعتمد على صادرات تاعها من الغاز من الجزائر لسببين اثنين، هما الامن يعني لا سيكوريتي دابروفيزيونمون اون غاز ولا بروكسيميتي ريجيونال، وكان السعر مناسب وكان كذلك العقود طويله المدى معمول بها. وفي الفترة هذيك الجزائر كانت تقريبا عندها 30% من لي بار دو مارشي في اوروبا، علما ان البلدان هذه الاوروبية ولا العالم هذا المتقدم يعتبر ان الطاقة قضية نتاع سيادة وطنية، وبالتالي ما يربطش روحه مع بلاد في الاستيراد نتاع الطاقة نتاعو كلية. مثلا نربطها بالوضع اللي كان، الوضع كذلك اللي كان، كانت اسواق، كانت 4 مناطق للغاز، امريكا، اسيا، روسيا واوروبا. لكن العشر سنوات هذه الاخيره وخاصه من 2004 من جويليا السوق نتاع الغاز اللي كان ولات اسواق نتاع الغاز، والمعطيات تغيرت تماما، لان فيه دخول بلدان اخرى كقطر، فيه كذلك ما ننساش ايران اللي عندها حجم كبير من الغاز، وتعتبر هي وروسيا ومن البلدان العملاقه من الغاز، وبدات التراجع نتاع لي بار دو مارشي بالنسبه لسوناتراك في اوروبا. لماذا؟ لان اوروبا ما يخفاكمش ان فيه اتحاد اوروبي، والاتحاد الاوروبي دار تعليمات ودي ديريكتيف، مثلا كما لا ديريكتيف غاز هذه اللي تجبر كل بلد اوروبي ما يزيدش اكثر من 20% من الاستيراد نتاعو بالنسبه للغاز من بلد. هذه من جهه، من جهه اخرى دعموا من دار وجديد صناعه الفحم، لاندستري دو شاربون، وفي 2012 مدوا ان سوبفونسيون دعم اللي بحوالي 10 ملايير اورو للبلدان الاوروبيه وخاصه المانيا اللي عندها اقتصاد نتاع الفحم، وهذا لهدفين اساسيين. هو ان في الخطه نتاعهم نتاع 2030 2040
الاحتمال ان اوروبا تقلص الطاقه نتاع الفحم تعود هي الاوليه، وثانيا عندهم في 2030 الخطه نتاع الطاقات المتجددة. شكرا سيدي. وبالتالي راهي تراجعت، نرجعوا لها من بعد، تراجعت بكثير النسبة حصة الجزائر نتاع نتاع سوناتراك في اوروبا، اللي حاليا تقريبا راهي ما بين 23-25%. ونمد مثلا مثال في 2013 ايطاليا برك قلصت الاستيراد الاخر ب 40%. وهذه كلها تأثر على تؤثر على الاستيراد، وكذلك كما قال سي عبد المجيد نتاع حاليا لي كونترا لون تيرم هذوما، مثلا كما نيجيريا كما بلدان اخرى ما عادش تدير هذو العقود هذه طويله المدى، والبلدان هذو المستهلكه راهي تروح للمارشي سبوت، يعني للسوق الحره، لان الغاز السعر نتاعو حاليا في المارشي سبوت بلو با، لي بري منخفضة. وكذلك المصالح كما قال لنا لا اعتقد ان يكون فيها اينو بيب دو غاز، حتى اينو بيب نتاع لو بيب حاليا نتاع البترول ما بقاتش عندها الاثار، مش الا هي اوبيب طبعا بصح، لكن الاثار يعني على حتى قراراتها لا تنفذ، يعني حتى الدول لا تلتزم بقراراتها، لان الدول اللي راهي في الاوبيب حاليا استراتيجيا نتاعها والمصالح داخليا نتاعها والخارجيه تختلف. هذا هو. شكرا سيد بغدادي. دكتور حميدوش، الان احنا تكلمنا على اسواق الغاز، ما هي خصوصيه سواق الغاز؟ خصوصيه سوق الغاز مثل ما تفضل يعني معالي الوزير، فيه السوق الاني مارشي سبوت وسوق الاجل يعني مارشي اتر. السوق الاني هذا في الاصل هو يعني يخرج السوق من صديري اللي ديريغولي، يولي خاضع للعرض والطلب. عملية الشراء والبيع يعني تندار في البورصة، وأول بلد اللي مشى في هذا الاتجاه هي أمريكا، يعني منذ في 1985 وين بدأوا يعني وجهوا السوق فيما يخص قانون العرض والطلب. في هذه الحالة معناتها باللي يخضع الآليات اللي تندار في السوق، وبالتالي السعر يتحدد في السوق. كي نقولوا سوق واش معناه؟ معناتها المتدخلين اللي يكونوا عندهم ضمانات، اللي يسير السوق فيه شفافية، وبالتالي معناتها إذا يعني السعر ماهوش هو اللي يحدو. لماذا؟ لأنك كاين المتدخل اللي قدم عروض وكاين المتدخل اللي قدم طلب. إذا أنت تقدم طلب وتقترح سعر وكاين الناس اللي تشري، تمد كميات وتقدم سعر، وفيه آلية داخل البورصة وين تخلي يعني كميات موجودة ما تتباعش، كميات معروضة ما تتباعش، وتتباع لما يكون توازن، وهذاك التوازن هو هذاك السعر اللي نشوفه. إذا كاين هذا اللي نسموه لو مارشي سبوت. أيضا بالنسبة يعني البلاد الثانية اللي تبع في هذا النظام اللي هو بريطانيا في 98 كذلك، يعني لا ديريغولي المارشي هذا، خرجوا من اترم ولا سبوت، وبالتالي معناتها باللي يعني عملية البيع والشراء في سوق لندن يخضع للتقنيات ويعني الضمانات في البورصة. الآن بالنسبة للاجل اتر، يعني اوروبا يعني بقات ما بين يعني الاثنين، يعني السبوت ما بين 30-50%، بلاد اللي يعني تحتاج غاز عن طريق البورصة تقدم عروض وفيه شراء وبيع، والان اللي تدير يعني العقود تاع 20 يعني 20-25 سنة، هنا رايحة تدخل بما يسمى في السوق الاجل. والسوق الاجل يليق له مرجع، يعني الناس لما تتفق على كمية تاع بيع وشراء يليق مرجع. اذا في اوروبا المرجع هو منتوجات بترولية، ومثال في اسيا المرجع نتاعو هو يعني البترول بحد ذاته. اذا هذا هو نصيبه السوق الاني سبوت والمارشي اكثر من السوق. دكتور حميدوش يعني في ايضا يعني واحد الخصوصيه فيما يخص الان الاتحاد الاوروبي، يعني راه يتوجه يتوجه نحو منح يعني نحو الاحتكار فيما يخص الشركات اللي كان عندها الاحتكار تاع استيراد وبيع الغاز، مثال في فرنسا مثال كاين جي دي اف. الان درك رايحه تولي يعني حتى في الغاز وكاع رايحه تولي منافسه ما بين هذا يعني الممولين، وهنا رايحه يعني فيه اليه تاع توحيد
سواء فيما يخص نقل الغاز عن طريق الأنابيب ولا أيضا فيما يخص الوكالات اللي تدير اللي مكلفة بالريغولاسيون، وإلى الآن فيه يعني وكالة اللي رايحة تعمل وتنسق وتوحد مع هذا. إذن فيه توجه جديد نحو سوق الغاز. شكرا دكتور حميدوش. سيد عطار، الآن أصبح إنتاج الغاز لم يعد حكرا على دول منتجة فقط مع ظهور الغاز الصخري، كيف تحولت هذه المعادلة من ناحية الاستراتيجية؟ قبل ما نجاوبك فيما يخص السؤال هذا وباش نكمل باك الجواب تاع سي مندوش فيما يخص لوباب اللي عنده الحق يقول لك يعني صبحت ما عندهاش وزن كبير. لماذا؟ لأن منذ سنوات لو سيستم دو كوتا لم يعد يحترم. لا ماشي يحترم، ما كانش لي كوطا دوك في لوباب. بكري كان كل بلاد عندها الكوطا نتاعها، كاين البلافون كاين الكوطا. دوك كاين البلافون 30 مليون باريل جور للكل. قالوا داخل كل واحد يدبر راسه، ولكن شكون اللي يقدر يدبر راسه؟ ما عدا الا السعوديه، غير هي اللي تقدر. 9 ملايين يوميا. ايوه تقدر اكثر، تقدر تروح اكثر. اذا هي اللي راها تتصرف في السقف وفي الانتاج، طلع ولا تهبط ما كان غير هي. الاخرين راهم يبرودويزو ماكسيموم وقد ما يقدروا. من الجزائر مثلا. اذا هذا باش تبين لك باللي اذا صبحت السيطره، يعني سيطره حقيقيه نتاع السعوديه في لوباب. وفيما يخص لوباك نتاع هذا يمكن هذا كله يوازيه انتاج النفط الصخري في الولايات المتحده الامريكيه ونقص الطلب على على البترول. لما نروح للغاز نفس الشيء، كاين في هذاك الوقت كاين على بالك الاحتياط، اكبر احتياط نتاع غاز في الشرق الاوسط ايران، ماهوش قطر. ايران اللي عندها كميات هائله قاع ولو ما طورتهاش، يعني لحد الان استعملت فقط الغاز اسوسي وتحتاج الغاز، هي تستورد الغاز من بعض الدول في الشرق نتاعها من أذربيجان ولا تركمانستان، لأن يعني تستهلك أكبر دولة اللي تستهلك الغاز في الشرق الأوسط هي إيران، لأن يعني عندها لاين اندستري تري فورت بلس لي ريزو ديستريبيسيون. إذا نرجع لماذا التحويل يعني الاستراتيجيين. ترى الآن حاليا واش رانا نشوفوا فيما يخص الاحتياط على مستوى العالم، الاحتياط راه يزيد، ولكن راه يزيد باه، راه يزيد بالاكتشافات اللي راح تندار في مناطق صعبه جدا، خاصه في الاوفشور، خاصه في الاوفشور، والا بلدان جديده كما بلدان افريقيا، تنزانيا، لا 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 تنزانيا، افريقيا كما نقولوا احنا الشرقيه. Il y a de nouveaux acteurs qui vont rentrer, mais ils ne rentrent pas en production. Mais ils ont des découvertes importantes. Le plus grand volume d'exploration, de découverte, c'est dans l'Afrique de l'Est. Donc, ils vont venir. Donc, il y a des changements au niveau du monde. Les réserves, la carte des réserves, la carte de l'احتياط du gaz au niveau du monde, va se déplacer. من ميدان لاخر باكتشافات جديده في مناطق صعبه، خاصه في الاوفشور فيما فيها افريقيا الشرقيه، والدخول نتاع الغاز الصخري، لان الاحتياط اللي راهم يقدموه يعني الارقام اللي رانا نشوفوا كبير كبير جدا، عملاق يقدر يحول. الان ما كاين الا الولايات المتحده اللي راها تنتج ولي تاريفي اسوتو سيفير براتيكمون 50% 50% من الانتاج نتاع الغاز الطبيعي في امريكا جاي من الغاز الصخري. يعني سواء اللي نسميوه شيل غاز ولا تايد غاز، وكاين تايد غاز الناس كثير ما يهدروش على تايد غاز لان ولكن هو نفس الغاز جاي من مكمن او صخره اللي ما فيهاش استدير ريزرفوار ويا با بيرميابيليتي يا با بوروزيتي تري ديفيسيل، وكان ما ديرلوش تكسروش ما ينتجش. اذا 50% والولايات المتحدة تنتج تقريبا 700 مليار متر مكعب سنويا، يعني أكبر دولة اللي الآن الإنتاج عندها هي أكبر دولة وأكبر استهلاك. إذا الأمور راها تتحول، كي تتحول لاكارت دي ريزيرف لي زيشونج يتحولوا ثاني. أمريكا رجعت نيمبورتو با اللي الفاي اكسبورتي ابارتير 2017 دو جي ان ال. امريكا اوروبا العفو امريكا اوروبا
واش من تح... سي سورتو لا ريدكسيون دو لا كونسوماسيون. يا تري بو دو جون كي ليز لي زيتازوني ان 2000 لوروب ان 2013 ا امبورتي 30% دو مون جي ان ال ا كوز دو لا كريز. C'est la crise, la récession, la consommation d'électricité et de gaz a diminué en Europe en 2013. Ou la crise Mazelt, 2015, 2016, 2017, la Chine, elle est en train de se lancer pratiquement sur le gaz sakhri. L'Australie, طورت كثير لي كاباسيتي دو برودكسيون جي ان ال تاعها. اذن رايحه براتيكمون الفا ينوندي لو مارشي ازياتيك. كيفاش يقولوا لها لوروب نولي نرجع لاوروبا، اوروبا نقصت من الانتاج من الاستهلاك نتاع الغاز والكهرباء، ولكن طورت كثير الطاقات المتجدده. لا ترانزيسيون انرجيتيك اللي طون كور دون لي بيي ديفلوبي. هذا هو الشيء اللي مانا هذه كلها رايحه تاثر في هذه الامور كاع رايحه تخلبط كومبليتمون لي مارشي غازي. Il va y avoir une migration pratiquement des marchés, de nouveaux types d'échanges. Le GNL, il va prendre de l'importance. احنا لافونتاج كنا نقول لك لالجيريا كومام ان افونتاج سا ميتونري كيل ديسباريس ان جور سي لي تروار غازودوك كنا فير لوروب نو سوم لو بلو بروش او موان لوروب دو سود. هذه حتى واحد ما يقدر ينافسنا في اوروبا الجنوبيه. ما عدا الا كسروا السعر نتاع الغاز، يعني السعر نتاعهم يقدروا يكسروه بل، ولكن انا نظن قطر ما عندهاش هذاك، تقدر تدي لنا حصه ولكن السوق نتاعها هو سوق اسيوي. روسيا مش في فايدتها، مش في فايدتها باش تكسر السعر، لان لو كانت تكسر هي تحتاج اكثر منا. الان راها في ازمه اكثر من الجزائر. صحيح، هذا هو الشيء اللي راه صار. شكرا. لا النرويج ما كانش مشكل، عندهم بوليتيك دو كونسرفاسيون اكستراوردينار. عندهم شوف يل برودويز ان فوليوم با 1 متر كوب دو بلوس شي اللي يستهلكوه هما. عندهم عقود مع الدول المجاوره يمدوا لهم شوي والباقي هو تحت الارض. قال للاجيال اللي جايه سي لا بوليتيك دو كونسرفاسيون لا بلوز افيكاس دون لو موند سي النرويج. شكرا سيد عبد المجيد عطار. سيد مندوش، الان الجزائر عندها عده مشاريع من بينها انجاز ملايين مليونين سكن، هذا كله يعني ربطه بالغاز، يعني ارتفاع الطلب نحو الغاز. هل ترى ان الحل هنا من اجل مواجهه الطلب الداخلي يكمن في الاكتشاف المزيد من الابار؟ هي نشاطر صديقي سي عبد المجيد الشيء اللي قال، وخاصة فيه مثلا اكتشافات جديدة في 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 افريقيا وفي في الاوفشور، ولو التكلفة في الاوفشور تكون اعلى. وهذا واش يعني؟ هذا يعني ان الكميات نتاع الغاز راح تزيد، خاصة الغاز الصخري في الصين. بالنسبه للاستهلاك الداخلي نتاعنا احنا الجزائر حاليا راه يتراوح ما بين 32 34 مليار متر مكعب، والاحصائيات تقول 2030 يرتفع الى 50 ومن بعد 55 مليار متر مكعب للاستهلاك. طبعا الوزير قال 60. صحيح قال 60، ولكن هذا نربطه اذا كان فيه الانعياش الجديد نتاع الاقتصاد، يعني خاطر الاستهلاك حاليا كي نشوفوا الاستهلاك حاليا هو راه يمشي لي بارتيكولي ليزاج دوميستيك، العكس في البلدان المتقدمه يروح للصناعه. هنا تمد لك اشاره ان الصناعه نتاعنا راهي انهارت ومن الضروري ان يعاودوا يشوفوا. لكن انا بالنسبه لي في النظره نتاعي هو الغاز، الغاز الجزائري يعني الغاز سوناطراك لازم راه يدير كما مثلا البارح دشنوا لوزين تاع رونو نتاع جي ان ال. ما يهمنيش جي ان ال اكثر من 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 لي زونغري لامونياك لي زونغري واليوري، لان الغاز حان الاوان ان الجزائر واستراتيجيه نتاع سوناتراك، ويسر ان اقول
2012 نظن داروا مديرية مركزية للبتروكيماوية، لأن صناعة البتروكيماوية في الجزائر وخاصة على في سوناتراك ما انطلقتش بالمنطلق اللي لازم يكون فيه، لأن مثلا كي نربط المعمل نتاع رونو في وهران بالسيارة واش تستعمل بلاستيك، وهل الصناعة الجزائرية تاع البلاستيك تلبي طلبات نتاع هذا المصنع؟ حاليا لا، حاليا لا. يا للأسف، لأن الصناعة نتاع البلاستيك ماهيش متطورة. إذا نعاود وزير الأول البارح تكلم أحد المسؤولين وين يقول تبارك الله لازم الغاز والبترول نستعملوه للداخل وللاقتصاد وللصناعة. هذا هو الاتجاه، هذا هو الاتجاه. الاتجاه الآخر ونشاطر سي عبد المجيد هو لازم نمشي يعني صراحة سياسة قوية وصريحة في الطاقات المتجددة، لأن علاش عندنا حنايا عندنا صحراء وعندنا الشمس في طول السنة، وكي نقارن مثلا بالبلدان الأوروبية اللي مطورة في هذا الميدان هي ألمانيا وثاني إسبانيا. المانيا ما عندهمش شمس كيما حنايا في 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 السنه، لكن مشاو عندهم سياسه وعندهم. كي نقارن بالبلدان الجوار مثلا المغرب وتونس، عندهم برنامج وعندهم هيئه وعندهم راهم يتقدموا في هذا في هذا الميز. الغاز كذلك وهذا مشروع قديم لاستعماله في ما يسمى جي ان في، السيارات والحافلات ما مش عارف اسبوع ولا اسبوعين سمعت وزير النقل يقول نستعملوا الغاز للباخرات ولا الاخر، هذه مبادره مليحه، لكن هل تتجسد في هل تتجسد في ارض الميدان؟ احنا نشوفوا في ارض الميدان. لا، ان هو المستقبل، المستقبل لازم تكون سياسه واضحه واضحه في استراتيجي يمدوا لسوناتراك القرار باش هما يمتروا في هذا. هل سوناتراك تملك القرار سيد؟ ما نظنش، ماشي ما تملكش، ما المسؤولين تاع سوناتراك حاليا ما بقاوش كما المسؤولين كما كان وقتنا احنا في وقت سي عبد المجيد، يعني القرار اصبح اكثر اداري وسياسي وهو تقني، لازم يعاودوا يرجعوا القرار. مشكل البتروكيمياء، صناعة البتروكيماوية بوهران. لا، ماشي غير منطقة بوهران برك، اسمها لازم تكون دركا حاليا مادام فيه مديرية مركزية في سوناتراك للانديريكسيون دو بتروشيمي، لازم تكون يعاودوا نرجعوا للسياسة نتاع الاستراتيجية وننطلقوا في اقتصاد نتاع صناعة نتاع بتروكيماوية على كل الوطن مش غير وهران. هذه مليحة نتاع وهران مثلا في لي زونغري قادرين نكسبورتيو، ولي زونغري راهم من الغاز، لاندستري دو لا بينتور، لاندستري نتاع البلاستيك، لاندستري نتاع كل المواد اللي راهي دركا حاليا تستعمل في الاقتصاد وجايه من البلاستيك يا جايه من الغاز. شاطر الرئيسي لان مجد عطاء لا بتروشيمي بيان سور، سبحان الله انا بري ان روتار اكستراوردينير، انا جامي كل خمس سنين نقولوا نديروا استراتيجي دو ديفلوبمون لا بتروشيمي ويكونوا دي بروجي، وبعدها استدير انا با يو لو كوراج الجزائري لو سيكتور دو بيترولي نا با يو لو كوراج دو بروندر لو ريسك د انفستير اون بتروشيمي. بوركوا؟ باسكو لو بري دو غاز استدير هاو يطلع هاو يهبط، اشاك فوا يطلع قال سي المومون لازم نديروا البتروشيمي، احنا نشوفوا هبط وقال واه نو سي با سا، السوق ماهوش مليح، هذا نزيدو نستناو شوي، نزيدو نستناو يطلع. ولكن هذاك هو المارشي لا بتروشيمي إلي براتيكمون دونتي دوبي 40 ans ولا ما على باليش، سا توجور ايتي كوم سا، اي اون با يو دونك لو كوراج دو بروندر لو ريسك. لو كان درنا استثمرنا كوم راناش في الوضعيه اللي كان يهضر عليها سيمون دوش، وعنده الحق، طوموبيل لا فواتور دو رونو اللي تخرج في وهران براتيكمون جو بونس كي او موا 30% دي برودوي كي لي على الانتيريور سو سون دي برودوي ا باز دو غاز، يعني كما نقولوا حنا دو بلاستيك دو بوليتيلين دو سوسي دو سولا اكسترا. اور il n'y a aucune industrie ثم لوكال كي بيس fournir l'usine. Alors qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On importe.
لو بوليتيلان هذا كونغرا كنا نمبورتيو من ليبي بور لو ترانسفورمي تو سكي نو زانتور ايسي. فوالا سي شكرا سيد عبد المجيد بليضه. بالاضافه الى البتروكيماويات ما هي الصناعات الاخرى اللي تتطلب الغاز دكتور حميدوش؟ تصدير الغاز اما كما تكلموا يعني سيد تصدير منه دي ديريفي تخرجهم. الوغ عندك دو غران ديريفي باينين كما الامونياك. الامونياك مثال تخرج منه لا ريزين، تخرج منه لوري، تخرج منه لي زونغري. لما نتكلموا على لوري ولا لي زونغري نشوفوا مثال في السوق الدولي مصر يعني عندها النفوذ نتاعها يعني الكميه اللي تنتجها وكاع عندها علاقه مباشره مع الاسمده اللي يتم انتاجها في السوق الدولي. يعني كاين مشتقه اخرى ثانيه متعلقه بالميثانول. اذا نصيبوا هذو لي فورمالديد سولفون ايضا بلاستيك اسيد اسيتيك الى اخره. وهنا هذا الصناعه في الحقيقه يعني فيه بعض المنتوجات اللي كاين ولكن بكميه يعني ما ماشي يعني تكلم عليها صادرات ولا. هذا بالنسبه للغاز بحد ذاته واش تقدر تخرج منه. الان درو كاين بعض الصناعات اللي تستعمل بزاف الغاز وتتطلب بزاف الغاز، وبالتالي الانتاج نتاعها اذا ما كانش في بلاد غازي وخاصة مع العلم احنا ان سعر الغاز محدد بمرسوم، معناتها السعر موش سعر نتاعو كاع. نعطيك انا مثال صناعة الالومنيوم. دونك الالومنيوم سون اندستري كي كونسوم بوكو دو غاز. اذا نصيبوها مثال قطر يعني بلاد وين فيه صناعة الالومنيوم، بينما احنا هنا مازال نستناو يعني بعض المستثمرين من الخارج باش يجوا يستثمروا في منتوج مثل هذا. شكرا دكتور حميدوش. جوست ان ديتاي يافي ان بروجي في بني صاف ان سارتان مومون بور ذاك ومن بعد لايتي انولي بور كوز دو بري دو غاز باسكو لانفستيسور كان يحوس على سعر داخلي باش ينتج الغاز ينتج الالومنيوم بسعر منخفض جدا. السعر الداخلي سي نص دولار للمليون بي تي يو، ان دومي دولار لو مليون بي تي يو. ومن بعد الالومنيوم هذاك ان غروند بارتي ليكسبورت سور لو مارشي انترناسيونال فيهم بلو فاليو قد سخط كيما اللي راهم يديروا في اليوري والامونياك وراسكوم وسهيل بهوان وكل. او ديبي ايزون دي كونترا افيك ان بري مارشي انتيريور، مي هوروزمون كو سوناتراك رينيغوسي لي بري. دايور يا يو دي زارتيكل في لي جورنو قال نيغوسياسيون هم نقصوا لهم في الغاز وهذا. لماذا؟ لان سوناتراك طلبت باش السعر يتغير ويطلع، باسكو ما نعطيكش انا الغاز على ان دمي دولار المليون بي تي ترجعوا امونياك. امونياك سي كوا 80% سي دو ميثان سي با هذاك. ومن بعد تروح تبيعوا انت برا بالسعر السعر الدولي يعني تو فيم بلو فاليو براتيكومون قد سخط. ولو سوناترا كاين مشاركه يا اخي ب 49% وقيلا في كل من المشاريع، ولكن غير كافي ستادير لا بلو فاليو تروح اسونسيالمون البارتنير. لا ايزون رونيغوسي لي بري، جو كوني با لي بري ما على باليش شحال، مي جيسبر كيزو اوبتوني ان بري لاباس به. شكرا سيدي. فقط هذا المنتوجات هذو كان فالو راجوتي كبيره ولا صدير يفضري ثاني تكون لانتيليجونس كيفاش صدير تجيب دي باسكو كاين دي ترونسفير تكنولوجيك، معناتها اللي تستعمل نوع من الذكاء وتكون باني يعني استراتيجيه على المدى الاقل متوسط، لان فيه يعني مرحله وين ما فيش دي غرون بينيفيس وكاين دي بيريود وين فيهم يعني دي بينيفيس كبار. ويعني على العموم نلقاو هذا المرحله تغطي هذا المرحلة. شكرا سيدي، نقاشنا متواصل لكن في الفقره الثانيه من البرنامج. مشاهدينا ابقى معنا، فاصل ونعود. مرحبا مجددا، نبقى معك سيد عبد المجيد عطار. البعض يرى بان جيوسياسية الغاز اصبحت تتشابه مع جيوسياسية البترول، مع العلم ان سوق الغاز يعني كئيب ماهوش مثل البترول. في رايك ما هي اوجه الفرق والتشابه بين الغاز والبترول؟ لا هو نفس الشيء. لان لماذا انا قلت لك؟ لان اغلبيه الكميات اللي تتصدر من البلدان المنتجه الى البلدان المستهلكه تتصدر تحت عقود طويل المدى والسعر مربوط بسعر البرميل. الان حاليا رانا نشوفوا باللي كاينه اون كريز لو باريل وهابط هابط هابط، راه في 83 84 ممكن يهبط حتى ل 80، ممكن بلاك يهبط من تحت
حتى ولو انا ما نظنش يعني باش يوصل ل70 اللي خطر لي انا في صالح حتى واحد. لما يهبط السعر تاع البرميل سعر الغاز ثاني يهبطه، لان هذا موش كل الغاز. انا يعني قلت لك مارشي سبوت حاجه ولي كونترا لونتير حاجه اخرى. اذا احنا الغاز اللي مثلا اللي رانا رايح نصدر من على 3 شهور ولا 6 شهور بار اكزومبل، اي فايتر فاكتوري اي فايتر فوندو سور لا باز دو بري دو باريل تاع اليوم. اليوم رانا نخسر في البرميل، ماناش نخسر في الغاز، لان الغاز نتاع لو دوزيام سيمستر راه مركز على السعر نتاع النفط نتاع البرومي سيمستر. اما في 2015 راح نخسر في الغاز في 2015. اذا الان حاليا الغاز والنفط راهم يمشيوا في براتيكما يعني طريق واحده، نفس الاتجاه نفس الاتجاه. وهذا راجع كما قلت قبيلت للسبب الاول، والسبب تختلف عن بكري سيتي لوفر لا دوموند. لوفر لا دوموند هذا هو ساكي كوموندي. اما منذ تقريبا واحد 10 سنين ولا اكثر الامور بدات تتغير. المشكل الاول هو كيفاش يقولوا لا كريز ايكونوميك، الازمه الاقتصاديه اثرت كثير على المستهلكين. اذا البرميل انخفض، الغاز انخفض، الاستهلاك انخفض، كل شيء انخفض. السبب الثاني هو الحجم، هذا الشيء قليل الناس اللي راهم يتنبهوا ليه ولا يهضروا عليها، سي لي زانفستيسمون الاستثمارات. انا في رايي الاحتياط الكامل تاع سواء النفط ولا الغاز في العشر سنوات اللي فاتوا هذو ما زادش. استاذ الاحتياط جديد يعني لمستكتف جديدا. الاحتياط زاد خاصة بتحسين إمكانيات التقنيات نتاع استرجاع النفط. لو طو دو ريكوبيراسيون. اون اوغمونتي لي ريزيرف دو تو لي كرون جيزمون. دونك اون ا لامبرسيون كون ا بلوس دو بترول. Chaque année, pourquoi? Parce que c'est le taux de récupération qui augmente. On découvre, mais on ne découvre pas autant qu'on consomme. Dans le monde entier, il y a des gens qui ont dit qu'ils sont en Afrique, ou en Afrique, ou là, ou là, mais ils ne sont pas en Afrique, ou là. Qui est en Algérie, on découvre un baril sur 3 consommés. اسمح لي تشوف. دونك نفس الشيء فيما يخص الغاز. والسبب الثاني منذ تقريبا ثاني واحد 5 سنوات سي لي بروبليم جيوبوليتيك. اكتوالمون لو بري دو باريل موا مون افي كيلكو بار اون فو فير بريسيون سور لا روسي لو فنزويلا اي ليران. سو سون 3 بيي كيل فو ابسوليمون افيبليير. بوركوا؟ لو فنزويلا عنده مشكل مع الولايات المتحده، صافي 3 موندا بريزيدونسيال نتاعهم لي دو بيي كسا دور. C'est une véritable guerre. Hein? Et le Venezuela, il est juste en face des États-Unis. L'Iran, c'est kiff-kiff, c'est le nucléaire. Il y a des négociations qui n'aboutissent pas. Il faut l'affaiblir. Ils sont déjà sous embargo depuis de nombreuses années. Et la Russie, c'est-à-dire l'Ukraine. Dernièrement, la Russie actuellement, elle est sous embargo. Elle a un embargo très, très sérieux. Lorsqu'il n'y a pas le gaz, il y a le gaz pour l'Allemagne ou le truc. Il y a un peu de temps qui est en train de se Ils sont sous embargo et puis on va voir la situation. Si ça s'arrange, ça va. Si ça ne s'arrange pas, لا ريسك دافوار دو غرو بروبليم. شكرا معالي الوزير سيد مندوش. يعني هناك من يتساءل لماذا تصل انابيب الغاز الجزائري الى اسبانيا والى ايطاليا ولا تصل الى المانيا وسويسرا؟ هي شوف انبوب الغاز اللي يمشي لايطاليا هذا عنده سنوات، وهذا مرتبط بالفتره هذيك اللي كانت العقود طويله المدى، وكذلك كانت تضمن لسوناتراك لافين غارونتي سور لو روتور دي زانفيستيسمون. كما قلت لك قبيل، قلت لك المشكل تاع الغاز هو الاستثمارات الحجم نتاعها كبير بزاف، والبلد اللي يكون منتج ويصدر لازم له تكون عنده زبائن اللي يكون عنده ضمان نتاع عقود طويله المدى باش يعاود يسترجع الدراهم يعني اللي في الاستثمار. الميد غاز اللي راح لاسبانيا هذه داخله فيه مش سوناتراك برك، راهو شركه مختلطه وداخله فيه شركه فرنسيه. والميد غاز هذا
فيه كذلك استراتيجية أخرى، هو مربوط كذلك بالاستراتيجية اللي في سوناتراك، هو كاين مشروع نتاع النيقال اللي يجي من نيجيريا ويطلع، إذا كان هذا راح المشروع هذا ينتج راح تخلي هذاك يوصل لحصير مل، ومن بعد من حصير مل ياخذ الغاز اللي يجي من نيجيريا راح يروح لاوروبا عن طريق الانبوب نتاع الميد غاز، وهذا يخلي يعني السوناتراك تاخذ لابار نتاعها بور لو دروا دو باساج لو دروا دو ترانزيت. واوروبا هي مدعمه هذا النيقال هذا، يعني علاش مدعمته؟ لان مثلا عندنا اسبوع رئيس مدير عام نتاع شركه نمساويه OMV اللي هو داخله في الساوث ستريم اللي جاي اللي باش يواسي اوروبا على الجنوب وتركيا وبولونيا وهنغري، يقول بالنسبه لاوروبا 4 انابيب احسن من 3 و5 احسن من 4. واش معناها؟ معناها هو في اوروبا كاين تفكير، كاين ريفليكسيون، يا دي استراتيجي كي سفون ا لون تيرم كومون سيكوريزي لابروفيزيونمون، هاو الاخر نتاعهم. قال كيفاش مثلا على المشكل نتاع اوكرانيا، كيفاش يجينا الغاز نتاع روسيا بدون مشكل نتاع اوكرانيا، كيفاش يجينا الغاز من افريقيا عن طريق النضال، كيفاش يجينا الغاز من الجزائر، كيفاش يجينا من قطر، كيفاش يجينا من بلدان اخرى، قد ما هما ينوعوا وقد ما يديفيرسيفي لي سورس دابروفيزيونمون قد ما تكون عندهم الاخر. لان نرجع للشيء مهم هو ان الطاقه في البلدان هذه المتقدمه دايرينها سياده، سي اون كيستيون دو سوفرينتي ناسيونال، دونك على هذيك ما يتلعبوش يا با دو ريسك، ان برين با دو ريسك بور اتر كوبي كاريمون دان ابروفيزيونمون دان بيي دوني. بالنسبه لنشاطر سي عبد المجيد بالنسبه للجزائر مثلا الاستكشافات، هو وانا ادرى بهذا الاخر احنا جايين من الاستكشاف، مديريه الاستكشاف، هو مثلا حقل حسيم سعود ولا حصير مل راهو لقاوه في 1956 بطريقه نتاع يسموها سيسميك جروند ريفراكسيون، يعني قديمه كيما نقولوا نقارنوا بين التليفون تاع الاول هذاك تاع الدور ولا الموبايل حاليا ولا لا. دوك التقنيات راهي تطورت تاع الاستكشاف، رانا نروحوا مش عارف بالعربيه كيفاش دي بوتي بياج، يعني حقول صغيره، حقول صغيره، والحقول الصغيره هذه كيقولوا مثلا اي بلاد سوناتراك ولا اي الاخر يقول لك عندنا مثلا كما صرحوا 19 الاستكشاف. احنا كبتروليين فيه الاستكشاف اسكو سين ديكوفيرت كوميرسيال او نو، هذا هو المهم. لان انت تقدر دير مثلا بير باش تسقي مزرعه، ولكن هذاك الماء يستقام لك اكثر من البطاطا اللي راح تبيعها وما عندكش فايده. نفس الشيء في الاستكشاف غاز ولا بترول، الاستكشافات اللي كاين والحقول الاخر صغيره والحجم نتاعها صغير. حاليا وفي المستقبل الشيء اللي راه يندار في الشركات يا سوناتراك ولا في العالم سي لاميليوراسيون دو تو دو ريكوبيراسيون دو غرانجيزمون كيما حنا اللي تكلم عليها حاسم سعود بالنسبه للبترول وحاسر مل بالنسبه للغاز، كيف نستعمل تقنيات اي لي نون كونفونسيونيل. لي نون كونفونسيونيل هذا شكرا سيد مندوش، شكرا سيد مندوش، دكتور حميدوش، عده بلدان في اطار انضمام الجزائر الى منظمه التجاره العالميه اشترط التحرير سعر الغاز الداخلي حسب يعني حسب السوق ليس بمرسوم مثل ما هو حاليا. هو غير احنا عندنا هذا الكومبلكس هذا تاع البري هذا، خاطرش في الانضمام تاع المنظمه العالميه للتجاره هما كيفاش يشوفوك لما دير سعر داخلي، والغاز تكلمنا عليه يعني يروح بزاف للقطاع الصناعي، معناه ان في المنافسه سي كونكورونس دي لويال، معناتها راك تساعد بطريقه غير مباشره، راك تدعم في الصناعه. وربما المشكل اللي يعود فيما يخص يعني إعادة النظر في السعر ما يعني ما يليقش صدير نبقاو بهذوك العقدات هذوك، يعني يمكن ننضم للمنظمة العالمية للتجارة ونديروا أجال مثل ما دارتها السعودية ولا روسيا في يعني مدة معينة
نظم يعني نظم مروحنا ويكون فيه يعني الرجوع الحقيقي الى الاسعار بطريقه يعني بطريقه تدريجيه، وفي نفس الوقت حتى احنا اللي قلنا ننظموا رواحنا، لان لما نتكلم على الغاز اللي يدير له التوزيع شركه سونار غاز معناتها، وكي نروحوا نشوفوا الشركات العالميه ما نسموش هذا لو سوينغ، معناتها تبيع الغاز وتبيع الالكتريسيتي، معناتها اما راك تبيع في الغاز توزع في الغاز ولا راك توزع في الكهرباء، يعني شيئين مختلفين. ولما تكون توزع مثال في الغاز ولا توزع في الكهرباء على مستوى الجزائر، راهي يعني الجزائر 2 مليون كيلومتر مربع، معنى حتى هذا الشركه يليق تدخل للبورصه لان فيه استثمارات كبيره على مستوى وطني، وفي هذا الاطار معناتها عندنا يعني ندخلوا بدون اشكال ونعطوا لروحنا الوقت اللازم اللي نتنظم ونضبطوا فيه السوق الداخلي اللي يتوافق مع خير. شكرا دكتور حميد دوش. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذه الفقره، اسئله المشاهدين عبر الفيسبوك بعد خليل فاصل ونعود. مرحبا مجددا. السؤال الاول الى السيد عبد المجيد عطار. أسامة زريول يقول: بحسب الاحتياطات المؤكدة والطاقة الإنتاجية، كم يكون عمر الإنتاج في الجزائر؟ ولماذا لا تتجه الجزائر نحو الطاقة النووية عوض من المحفوريات؟ لا، فيما يخص الاحتياط قلت قبلت إنه كان على حسب الإنتاج، حسب الاحتياط المؤكد اليوم، ونقدر نزيد له حتى البروبابل والبوسيبل، وكذلك حسب الانتاج اللي رانا اليوم ونسبه ازدياد الاستهلاك الداخلي خاصه، نقدر نقول باللي ما عندنا حتى مشكل لغايه 2040. 2040 يعني ما كان حتى مشكل. انا اللي يهمني هو السوق الداخلي، الاستهلاك الداخلي. اما من 2040 وروح، يعني اكيد ان لو ما دخلناش طاقات جديده راح يكون عندنا مشكل فيما يخص تزويد كل الاستهلاك الداخلي. فيما يخص الطاقة النووية، وش نقول لك، أنا واحد من الناس ما نمنش بها بكل صراحة، لأن البلدان الأوروبية اللي طورت تقنيات يعني راها في القمة، فرنسا اللي راها في القمة فيما يخص الطاقة النووية وعندها مشاكل. ما احنا الان خاصة بعد حادثة فوكوشيما، حدث فوكوشيما انا نظن اوكي لازم نروح لهذه النوعية تاع الطاقة، ولكن يعني بتاتر اتيتر اكسبيريمونتال بور ان بوتيت بارتي بور باش نبقاو نمشيو مع التقنيات مع افيك لو ديفلوبمون تكنولوجيك. بصح عندنا خيار اخر، الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية، خاصة الطاقة الشمسية. هذا يعني ومع تطوير التقنيات يعني ممكن ان نغطي كل الاستهلاك، ماهوش كل الاستهلاك الداخلي، الاستهلاك في المنازل وكل، لان كاين استهلاك مثلا جبران ان اكزومبل اون فوندري ولا اون سيمونتري باش تمشيها بالطاقه الشمسيه. حاليا والله نظن مازلنا ما وصلنا لهاش، وبدات منها 10 ولا 20 سنه بالك. تكلم على الاسر اللي ميناج. شكرا سيدي. السؤال الثاني، سومر تسال: اليس من الغريب ان نجد بلديات ودائرات بالعاصمه وضواحيها تفتقد للغاز؟ اذا كان الحال هكذا بعاصمه البلاد، هذا يعني ان باقي ولايات تبقى بدون الغاز، مجرد ويبقى الغاز بالنسبه اليهم مجرد حلم لا يتحقق. لا، نظن بالنسبه للسؤالين، لو طوط بينيتراسيون تاع الغاز الاخر تقريبا 60% يعني على المستوى الوطني. بالكهرباء اكثر 97 تقريبا 97%. ما نظنش يكون بلديه في العاصمه ما عندهاش الغاز، لان العاصمه فيها يعني مربوطه بشبكه الغاز، بلك سبب اخر ماهوش سبب ربط. لكن في بعض المناطق الجبليه وبعض المناطق الداخليه فيه بعض القرى اللي مازال ما تربطش بالغاز. والسؤال الثاني يقول: هل مستقبل الغاز لامريكا او لروسيا؟ لا، الغاز اللي نظن حسب لي ريزيرف بروفي حاليا هي روسيا. روسيا تعتبر مع إيران من البلدان العملاقة في الاحتياط الغاز. شكرا سيد مندوش. السؤال الأخير للدكتور حميدوش. حسينة لونيسي تقول: هل تجد الجزائر نفسها عندما تحرر أوروبا سوق الغاز؟
اوروبا تحرر سوق الغاز على الاقل. شوف مادام عندنا مع اوروبا يعني في رانا في المارشي اترن عقود تاع 20 سنه وكاع تما عندنا الوقت نفكروا ونناوروا الى اخره. اذا فيه مادام في هذا الهامش هذا نظن باللي الجواب يكون نعم. شكرا سيدي. مشاهدينا وصلنا الى نهايه هذا العدد من برنامج قضايا اقتصاديه. نشكر ضيوفنا الكرام السيد عبد المجيد عطار الوزير الاسبق والرئيس المدير العام الاسبق كذلك لمجمع صنع طرق. شكرا لك يا سيدي. الشكر الموصول الى سيد بغدادي مندوش الخبير التقوي والاطار السابق بمجمع صنع طرق. الشكر كذلك موصول الى الدكتور محمد حميدوش الخبير المالي والمستشار الاقتصادي. كما نشكر كل من تفاعل مع موضوع البرنامج على شبكه على الفيسبوك. يمكنكم تواصلوا معنا عبر صفحه البرنامج على شبكه التواصل الاجتماعي الفيسبوك على العنوان الموجود على اسفل الشاشه. الاسبوع المقبل موعد جديد وقضيه جديده من قضايا الاقتصاد. لكم تحياتي انا امين عمار وكل الفريق العامل معي اليوم. الى اللقاء.